Messi. Oh! Rush the attack now. Seconds ticking. And he scores, and that's it. Denmark. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا البلاتو الخاص الذي يسبق النقل المباشر لوقائع حفل تسليم درع البطولة الوطنية موبيليس للبطل اتحاد العاصمة، والذي بإمكانكم مشاهدته مباشرة وحصريا على قناة الجزائر تي في، قناة الرياضة. يشاركني في هذا المباشر الزميل سفيان بالكبير. أهلا بك سفيان. مساء الخير خديجة، مساء الخير جمهورنا الرياضي الكريم الذي يتابعنا عبر قناة الجزائر تي في. إذن هو الموعد الذي انتظره عشاق اللونين الأحمر والأسود، وذلك في الاحتفال بدرع البطولة والنجمة السابعة على قميص اتحاد العاصمة. فبعدما كان الموعد سهرة أمس بمختلف أحياء العاصمة بسوسطارة والقصبة وباب الوادي، الحدث كان اليوم بمسرح أفراح اتحاد العاصمة بملعب بلوغين، وذلك بالموازاة مع مباراة دفاع تجنانت لحساب الجولة 29 والتي انتهت بفوز اتحاد العاصمة بهدفين دون رد. بهدفين لهدف صفيان بعد أن سجل دفاع تجنانت في الدقيقة في الدقائق الأخيرة. أيضا كما قلت زميلي صفيان، هو يوم انتظره عشاق اتحاد العاصمة بشغف كيف لا، وهو يوم استلام درع البطولة السابعة المنتظرة في تاريخ اتحاد العاصمة الذي بات يتساوى صفيان مع مولودية الجزائر ووفاق سطيف بسبعة بطولات، يأتي هذا بعد موسم استثنائي. فعلا زميلتي خديجة، ورغم انخفاض الريتم في الجولات الأخيرة بالنسبة للاتحاد، وذلك أمر عادي بالنظر للتعب الذي نال من اللاعبين، لا يجب أن ننسى أن الاتحاد لعب مباريات عديدة هذا الموسم بين مباريات البطولة والكأس ودوري أبطال إفريقيا، لكنه ضرب بقوة اليوم بملعب بلوغين وفاز فوز أعلن الأفراح بملعب بلوغين. إذن صفيان، هو موسم ناجح على كل الأصعدة بالنسبة لاتحاد العاصمة، موسم شاق، موسم صعب لفريق سوسطارة أنهاه بالتتويج بنجمة سابعة بعد عام 63 96 92، 2002، 2003، 2005، 2014 و2016. يأتي هذا بعد تضافر كل من جهود الإدارة برئاسة الرئيس ربو حداد، الطاقم الفني بقيادة المدرب الشامل وتحمدي، اللاعبون وحتى الأنصار الأوفياء. فعلا خديجة، الحفل سيكون بمثابة هدية لكل من ساهم في هذا الإنجاز. تصوروا، الاتحاد نصب نفسه بطلا قبل ثلاث جولات من النهاية، وذلك بفارق 13 نقطة، وكذلك بأفضل هجوم حيث سجل فرحات ورفاقه 49 هدفا، وبالتالي فاللاعبون ودعوا أنصارهم بأحسن طريقة. سنرى إذا كان بالإمكان الاتصال بزميل أمين بروال المتواجد حاليا في ملعب عمر حمادي ببلوغين. أمين، هل أنت في الاستماع؟ الناس ما رايحين جايين. نعم أمين بروال، هل أنت في الاستماع؟ في انتظار أن نربط الخط بالزميل أمين بروال، نشاهد الصور من ملعب بلوغين. إذن سيتم تسليم درع البطولة بعد لحظات، وذلك في احتفالية استثنائية. لكن قبل ذلك، ما رأيك صفيان أن نشاهد معا صور الحفلة التي أقامها جمهور اتحاد العاصمة أمس بمعقل الفريق بسوسطارة؟ هل نطلب من المخرج محمد واري صور الحفلة التي أقيمت أمس؟ فعلا أجواء مميزة واستثنائية صنعها أولاد البهجة في سوسطارة مع حضور جماهير غفير، أو حضور جماهير غفير كما تشاهدون، وكذا حضور رئيس الفريق ربو حداد. إذن صور سنشاهدها فعلا، صور استثنائية، صور يصنعها أولاد البهجة كما ينادونهم في سوسطارة. فعلا أجواء استثنائية. تم حرق سوسطارة بنجاح أمس صفيان. فعلا أجواء استثنائية صنعها أنصار اتحاد العاصمة، واحتفلوا باللقب الغالي، اللقب السابع في تاريخ الاتحاد، لقب جاء بعد موسم استثنائي أكد فيه اتحاد العاصمة قوته وسيطرة. فعلا سيطر على البطولة وكان أحسن فريق، والدليل ها
سنحاول من جديد ربط الاتصال بأمين بروال المتواجد في ملعب عمر حمد ببولوغين إذا كان في الإمكان. إذن الصور ليست جاهزة بعد، نواصل الحديث عن موسم الاتحاد الذي نصب نفسه بطلا ب 13 نقطة في الصدارة، وبالتالي فالاتحاد استحق اللقب وعن جدارة. إذن لعل ما ميز ربما مشاهدين اتحاد العاصمة نسخة 2015-2016 هي التألق أقول محليا وحتى قاريا، حيث رغم العديد من العثرات من بينها صفيان، خسارة نجم الفريق يوسف بالليلي بعد الإيقاف لأربع سنوات بعد ثبوت تناوله المنشطات، صدمة قوية لكنها لم تمنع الاتحاد من العودة قاريا وحتى محليا. فعلا لقد كانت ضربة موجعة لأبناء سوسطانة، خاصة وأن اللاعب كان وزنه كبيرا في الفريق، لكن ذلك لم يمنع الاتحاد من تحقيق موسم استثنائي والوصول إلى دوري أبطال إفريقيا، وصول كان بعد مشوار استثنائي، والخسارة في النهائي أمام تيبي مازامبي خسارة لا يجب أن يخجل بها اتحاد العاصمة الذي أكد أنه أصبح من كبار إفريقيا. إذن أكيد صوفيان خسارة لقب رابطة أبطال أوروبا كانت إذن هذه صور حصرية من غرف تغيير الملابس اتحاد العاصمة، نشاهد فرحة لاعبين، صور حصرية ومباشرة على قناة الجزائر، فرحة لاعبي الاتحاد وميلود حمدي المدرب الشاب سعيد بهذا التتويج التاريخي بالنسبة له. فعلا ميلود حمدي قيل عنه الكثير، خاصة وبعد تضارب الأخبار عن رحيله وبين بقائه في الفريق ورحيله، لكن لحد الآن لا نعلم مصير المدرب، لكن الشيء الأكيد أنه قاد اتحاد العاصمة للقب السابع بعد تجربة استثنائية. ميلود حمدي فعلا ميلود حمدي مدرب الشاب الذي منحته إدارة الاتحاد الثقة الكاملة، وهو أيضا رد لها بالمثل وأكد ثقتها حيث أدى موسما استثنائيا. ميلود حمدي المدرب العاشق الجديد لاتحاد العاصمة. سنرى إذا كان بالإمكان ربط الاتصال بملعب عمر حمادي لمشاهدة المزيد من الصور، إذا كان بالإمكان زميل المخرج محمد واري. الصور ليست جاهزة بعد، نواصل الحديث عن موسم الاتحاد. إذا الاتحاد اليوم فاز على دفاع تجنانت بهدفين لواحد، وليس كما قلت منذ قليل، إذا الاتحاد كان متفوقا في النتيجة بهدف اللاعب عرجي قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة هدفين لواحد. إذا ثلاث نقاط إضافية في رصيد الاتحاد الذي أصبح برصيد 13 نقطة. إذن صفيان بالعودة إلى الاتحاد، حقق الاتحاد العاصمة 16 انتصارا هذا الموسم، أو 17 انتصار مع احتساب انتصار اليوم ضد دفاع تجنانت، 7 تعادلات وخمسة هزائم فقط، ويعد أحسن هجوم ب 49 هدف. فعلا هجوم الاتحاد يعد الأحسن على الإطلاق في البطولة، وذلك بقيادة فرحات درفلو بايتاش الذي لم يستدعى لمباراته اليوم، إضافة إلى عودية أيضا الذي أنهى الموسم بصفة صعبة قليلا، الذي لم يتواجد في قائمة 18 لمباراته اليوم، لكن كل اللاعبين يستحقون ثناء دون استثناء. لدينا خاصة اللاعبين الشباب منهم عبد اللاوي، اللاعب بن خماسة، وأرجي الذي سجل هدف اليوم، هدف غالي في مرمى دفاع تجنانت. نربط الاتصال بملعب بولوغين. زميل أمين بروان جاهز، إليك الخط زميل أمين. أمين هل أنت في الاستماع؟ خير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم الى هذا البث المباشر والاجواء الرائعه من ملعب عمر حمادي ببولوغين، والمناسبه واضحه هي احتفال اتحاد العاصمه باللقب السابع مع تاريخه. للحديث عن هذا اللقب لابد يكون معنا طارق غول اللي عاش هذه الحلاوه الذاق، احتفل مع الانصار
كل لاعبين الان نشاهد صور الدخول لاعبي اتحاد العاصمه الى ارضيه الملعب. نخلي الكلمه لطارق. طارق انت عشت هذه اللحظات؟ عشتها وانا نظن خاصه هذا الموسم نلاحظوا انه اتحاد العاصمه سيطره كليه يعني نحي غير الاربع لقاءات الاخيره نظن التتويج مستحق بالنسبه لي وهذا كله مراجع المجهود اللي قدموه اللاعبين. حمزه كودري راه معنا على المباشر زميلنا الصحفي يوسف كودري. حمزه مساء الخير. اللقب سابع اليوم اجواء خياليه اليوم في ملعب عمر حمادي ببولوغ. بون نظن الاجواء هذه اتحاد العاصمه معروفين بها. نظن اليوم كما يقول لك كان ختامها مسك. كان ختامها مسك. الحمد لله نظن الجهد اللي قمنا به طيله الموسم مالغري يعني لي ديفيكولتي اللي جزنا بهم. اليوم يعني فرحنا مع الجمهور تاعنا يعني اللي نحيوه بزاف ونهديو له التتويج السابع. ونظن لو باركور اللي قاموا به لي زونسيان كما طارق الغول ولا جينيراسيون تاعو نظن احنا خدينا يعني المشعل ورانا في لو بون باركور ان شاء الله. ونهديو لهم ثاني الفوز لهم لان بلا بهم هما لي زونسيان احنا يعني نظن القيمه تاعنا ما تكونش هكذا في اتحاد العاصمه. الحمد لله جو ريميرسي لا فامي سميث سيبورتر جوار انسيان جوار ولا دي ليكيب ديريجونت. الحمد لله نعقب ان شاء الله لا سيزون بروشان نديروا ما خير باذن الله. حمزه انت فزت بالعديد من الالقاب مع مدير الجزائر مع اتحاد العاصمه، شكون اللي تفضل شكون اللي حلو بالنسبه لك؟ نظن الالقاب اللي فزت فيهم مع اتحاد العاصمه يعني كانوا تسمى اكثر من الالقاب اللي فزت مع مول الجزائر. نظن انا جو شوازي اتحاد العاصمه بدون شك. 2013 لا فينال كونتر مولوديا. شكرا شكرا حمزه كودري لاعب اتحاد العاصمه اللي ادى مشوار لاباس بهذا الموسم. مشوار لاباس به شفناه في وسط الميدان يعني كان حضوره كان نقدر نقولوا موجود في اتحاد العاصمه خاصه في استرجاع الكره. كل مره يعني كان ما يكونش حاضر نحسوا ان الفراغ كان في وسط الميدان. الان كودري حتى مستوى ديالو طارق قعد مستوى قعد هو يعني من بين اللاعبين اللي مستواهم قعد نفس الشيء منذ بدايه الموسم بالاضافه الى ربيع مفتاح اللي عندنا ضيف موسم اخر. وكل لاعبي اتحاد العاصمه معنا نسيم بوشامه. نسيم مرحبا بك رانا على المباشر. نسيم راك لاقب رقم 7 اليوم بالنسبه لاتحاد العاصمه. انت فزت كما تكلمنا مع حمزه كودري فزت بالعديد من البطولات. نوجه لك سؤال مباشر. 2013 2014 و2016 واش الملاقب تخير؟ والله ما نقدرش يعني بارمي لي تيتر يعني كاع يعني لي تيتر تيتر قعد تيتر يعني ما تقدرش خير بيناتهم. الحمد لله يعني لو تيتر تاع اليوم يعني جا كيما يقول لك يعني تعبنا عليه يعني طيله الموسم وان شاء الله بوركوا با يعني العام الجاي لوبجيكتيف تاع الكلوب لا تشامبيونز ليغ اللي راحت لنا هذا العام ان شاء الله فالا جوي ماكسيموم باش هذا العام ما تروحلناش ان شاء الله. نسيم انت كنت درت يعني مدرسه تاع اتحاد العاصمه درجت في مختلف الاصناف هنا في اتحاد العاصمه واش تقولنا على الجمهور هذا تاع الاتحاد؟ كيما يقول لك الجمهور يعطيهم الصحه يعني سورتو يعني سورتو اليوم وين وقفوا مع الكلوب ابري يعني لو مالونتوندو اللي كان يعني في لي ماتش اللي كانوا اللي جازوا وان شاء الله كيما يقول لك يقعدوا هكذا ويساندونا العام الجاي يعني كما اليوم ان شاء الله. شكرا ناسي مخليك تدي لا ميداي ديالك مع مختلف اللاعبين. انا نشاهدوا صور لاعبي اتحاد العاصمه اللي راهم يستلموا ميداليات الفوز بالبطوله. رانا نشاهدوا ايضا او تفضل محمد بوخميه مع راهو معنا زميلنا تفضل. شكرا لك من مساء الخير مساء الخير طارق غول ولكل جمهور اتحاد العاصمه. avec moi l'entraîneur du SMA Alger Miloud Habdi un entraîneur un homme heureux aujourd'hui un homme comblé après une saison exceptionnelle à la tête du SMA. Oui, c'est vrai que c'est une très belle saison. Mais notre public qui est là, qui est là présent, il a montré qu'il aimait son club, il a montré qu'il aimait ses joueurs. On avait à cœur de ne pas le décevoir aujourd'hui et ça passait par une victoire. Maintenant, on ne voulait pas aussi décevoir notre président qui s'est beaucoup impliqué dans la vie du club. On a une grande pensée pour lui et on a passé des moments, c'est vrai, difficiles. Mais la mission est accomplie dans le sens où on a gagné la rencontre et on peut faire la fête avec tous nos supporters. Le sentiment du devoir accompli, coach? Oui, bien sûr. Voilà, c'était pas évident parce qu'on est tombé sur une très très belle équipe de Tadjinet et on le savait, qui jouait à la deuxième place pour une qualification en Ligue des Champions. Mais nous, on avait vraiment à cœur de ne pas décevoir notre fabuleux public. Merci beaucoup. نعم شكرا لزميلنا محمد بوخميان. وصلوا مع هذه الأجواء الرائعة
نعم نشاهدوا الميداليات. شكرا للفريق التقني العامل معنا. كنا طارق تكلمنا على الأجواء، تكلمنا على جمهور اتحاد العاصمة، الجمهور يقال أنه الأفضل في الجزائر، وشنو هو رأيك طارق؟ بالنسبة لي يعني من بين الجماهير يعني المليحة واللي تساند الفريق تاعها. شفنا انه في الفتره الاخيره شويه يعني المناصرين زعفوا على اللاعبين بالنسبه للنتائج ما كانتش، وكانوا حابين يعني يفيتيو للشامبيونه قبل الوقت، ولكن يعني الامور ما مشات كما حبوها. ولكن كما قال بوشامه تيتر قعد تيتر يعني لقب هو السابع في تاريخ النادي. حتى هما شاركوا بنسبه كبيره بالنسبة لهذا اللقب، هذا مساندة تاعهم اللي كانت طيلة كل لقاءات ما عدا اللقاءات الأخيرة اللي قلت لك بالنسبة للنتائج، ولكن الفضل ثاني يعود لهم ثاني. أكيد جمهور اتحاد العاصمة اليوم ملعب بولوغين تقريبا راه ممتلئ عن آخره. كانت الاحتفالية كانت البارح في سوستارا، وهذه المرة يعني كل المناصرين تفهموا أنه هذه الخطرة ما يضيعوش الفرصة، لأنه كان كلام أنه بعض المناصرين ما حش يتنقلوا للبولوغين الملعب لا. عمر حمادي، ولكن اليوم الملعب مقتد مقتضي على كله، ونظن هذا هو يعني السيمة، وهذه الإيجاب الحاجة الإيجابية اليوم أنه الفريق خلاص اللقاء الأخير في البطولة هنا في بولوغين، كل حاضر والكل يعني فرحان بالنتيجة تاع اليوم ونتيجة الموسم. طارق في انتظار تسلم الدرع البطولة في بعد لحظات قليلة. نذكروا بلي رانا في ملعب عمر حمادي على المباشر، والمناسبة هي احتفال اتحاد العاصمة باللقب السابع في تاريخ هذا النادي. طارق نتكلموش على اتحاد العاصمة، ربما اتحاد العاصمة بالنسخة الجديدة مختلف على الاتحاد العاصمة اللي لعبت فيه انت منذ ما جي الإخوة حداد. خمس ألقاب نعاودوا نذكروا بهم. كانت بداية ما كانتش يعني ما مشاتش مع لي زومبيسيون تاع الفريق، ونعرف اليوم العمل بدا يبان. الجمهور كل مره يطلب من الاداره انها يعني تقدم الاحسن، ولكن مع اكتساب الخبره بالنسبه للمسيرين اصبح اتحاد العاصمه كل سنه مفروض عليه انه يلعب الالقاب، وكما نقولوا احنا قعد لقب واحد اللي لازم الكل يشارك فيه، وهو كاس افريقيا للانديه، رابطه الابطال الافريقيه اللي تبقى المطلب الاول لجماهير اتحاد العاصمه الحاضره بقوه. الامين ويجب التحضير تاعها يعني يبدا منذ اليوم، يعني احنا في احتفال، ولكن غدا بعد اسبوع لازم الكل يخمم انه في الموسم الجاي فيه لازم يدير فيه راسه. احنا نقعدوا مع الاحتفالات لانه الاحتفالات هي اهم شيء في انتظار زملائنا. هل في صور؟ اذا كان ممكن تتكلمون على الصور الموجوده زملائنا التقنيين رفيق عنيق، هل في صور اخرى، صور وصول لاعبين؟ ممكن نشاهدوا صور في داخل غرف الملابس اذا كان ممكن. شكرا. هذه الصور كان لزميلنا محمد بوخمية وايضا لزكريا طراد. نترككم مع هذه الصور. امين برول معايا. الو امين برول معايا، حارس الدولي لاتحاد العاصمه لامين زماموش اللي غاب لمده 3 شهور على ما اظن 3 شهور على اتحاد العاصمه، لكن اليوم راهو حاضر في الاحتفال، وبعد الاحتفال باللقب السابع للبطوله لاتحاد العاصمه بعد موسم كبير. عندي البطوله، عندي عطيت لك نقول لكم مبروك الانصار، انا عندي باش ندير لا ميداي، دوك نعاودو لكم. شكرا لك امين محمد لامين زيماموش. شكرا امين. شكرا. نعم شكرا محمد بوخمية. في انتظار بقيه اللاعبين نشاهد صور تسلم الميداليات. هذه صور كانت مباشرة بعد اللقاء، نذكر بأن اتحاد العاصمة فاز بهدفين لهدف، نسينا اللقاء طارغول. هذه صور داخل غرف تغيير ملابس اتحاد العاصمة واحتفالات اللي في ميجان داخل غرف تغيير الملابس. داخل تغيير الملابس، وشكون يعني اللي راهو في الاحتفال؟ راهو المدرب يعني ميلود حمدي حتى بعد نهاية اللقاء يعني قام بدورة شرفية وحده، وكما نقولوا احنا نتسامح مع المناصرين لانهم كانوا غاضبين نوعا ما، ولكن الامور رجعت لمجاريها، والكل فرحان اليوم بالنسبه للتتويج. انه سيلفي طارق على طريقه تريداتي برماسين زميلنا المعلم. كل الفرق اللي تفوز او تسجل هدف يعني ولا فيها سيلفي فرحه كل لاعبين، وهذه فرصه انهم يعني ياخذوا صور تذكاريه تقعد لهم للتاريخ. احتفالات. نعود الى ملعب عمر حمادي اذا كان ممكن زملائنا التقنيين، وصور
تسليم الكأس رانا نشاهدوا في لاعبي اتحاد العاصمة بحضور رئيس رابطة المحترفة محفوظ قرباج بالإضافة إلى وزير الشبيبة والرياضة الهادي ولد علي حضور رسمي بالإضافة إلى مصطفى براف أيضا رئيس اللجنة الأولمبية. نعم طارق ولي ولاية العاصمة السيد عبد القادر زوخ يعني حضور رسمي بمناسبة احتفال اتحاد العاصمة بلقب السابع وتسلم درع البطولة كما نشاهد في انتظار زميلنا محمد بوخمية إذا كان ممكن مع أحد لاعبين رانا ننتظر في زميل محمد بوخمية إلى إذا كان ممكن أيضا المناجير تشيكو مفتاح يا محمد بوخمية إذا كنت في الاستماع. اللاعبين راهم ينتظروا في تسليم الميداليات امين ونظن انه بعد قليل ان شاء الله راح يكون عندنا اللاعبين اكيد في انتظار اللاعبين مع زميلنا محمد بوخمية القريب جدا من منصة التتويج. محمد راح تتسلم ميدالية مع اللاعبين ولا لا؟ ما راهوش يسمع محمد راهو ماهوش يسمع راهو مركز على العمل ديالو. ما نظنش انه يتسلم هو راح ياخذ وحده ما يتسلمهاش. راهو مركز على العمل ديالو هاولي يقدر على البطوله طارق البطولة. الكل ينتظر في هذا الدرع. نذكروا بلي اتحاد العاصمه اصبح في رصيده سبع القاب نعاودوا نذكروا لحد الان نعود نذكروا يعني بتاريخ الفوز بهذه الألقاب. البطولة الأولى كانت سنة 63، البطولة الثانية سنة 96، البطولة الثالثة سنة 2002، والبطولة الرابعة 2003، البطولة الخامسة 2005، 2014 البطولة السادسة، والآن البطولة السابعة. نترككم مع صور احتفال اللاعبين إذا كان ممكن احتفال اللاعبين مع الأنصار والأجواء المثالية هنا في ملعب عمر حمادي ببلوغي. نترككم مع هذه الصور. إذن هاتي صور احتفال اتحاد العاصمة باللقب السابع. كنا قلنا طارق أنه أجواء راح تكون مثالية الآن في ملعب عمر حمادي ببلوغين واللقب صراحة طارق الاتحاد يستحق اللقب هذا الموسم. لا كي نشوفوا يعني مشوار يعني تلقيه الأهداف وتسجيله الأهداف المباريات اللي فازها أنا نظن كل يعني الكل يجزم أنه فريق اتحاد العاصمة هذا الموسم سيطر على البطولة قدر انه يعني يصنع الفارق ب 17 نقطة الحق من الفارق الحق ب 17 نقطة. انا نظن هذه هي يعني هذه هي الميزة اللي تميز بها فريق اتحاد العاصمة هذا الموسم. يعني نشوفوا الاحتفالات ككل كانت الكل شارك بالنسبة للفوز تاع اليوم وهذه هي يعني خاصة الفرحة تاع اليوم نشوفوها في المدرجات في المدرجات او كانت يعني في ارضية ميدان يعني بلي في ميجاني فريق اتحاد العاصمة هذا الموسم سيطر كليا على البطولة.
نعم في انتظار اتصال مع زميلنا محمد بوخمية. هذه هي أجواء المباشر. نعود نذكر من ملعب عمر حمادي ببلوغين. هل محمد بوخمية جاهز؟ زملائنا التقنيين كلموا معانا اذا كان ممكن. يعني ديفيسيل طارق وكانه انصار اتحاد العاصمه ما رحبوش بنا اليوم 2016. والحمد لله يعني هذا العام يعني بالنسبه لي انا عام كاش يقولوا بينيفيك بور لوسما اتر شامبيون في شامبيون دافريك شامبيون دالجيري اون جو دو سيزون كونسيكوتيف سون ريلاش. Je suis très content. Président, هل هو يعني احسن موسم لاتحاد العاصمه؟ متعودين تربح متعود تربح بعد والله موسم لكن اليوم رانا موسم مليح بيسكون غاني ان تيتر. ان شاء الله كل عام يكون موسم مليح وكل عام يعني نفرحوا كل الانصار وعشاق اتحاد العاصمه بالالقاب ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. شكرا لزميلنا محمد بوخمية في انتظار احد اللاعبين اللي راح يكون معنا بعد لحظات. هذه صور احتفال تاتيكم على المباشر من ملعب عمر حمادي ببلوغين. طارق هاي لك صور الاحتفالات نخلي لك تعلق. انت عشتها مع اتحاد العاصمه في الكثير من المرات. لا عشتها مع اتحاد العاصمه الحمد لله. يعني لهذا نكلم لك انه الامبيونس بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه يعني امبيونس كبيره. انا نظن هذه هي الفريق شارك طيلة كل موسم. الان صبحت النتيجه راهي هنايا انه الفريق فاز باللقب. قعدت الاحتفاليه متغيره يعني بالنسبه لوقتنا والان الشيء مغاير. احنا كنا نحتفلوا مباشره مع المناصرين الان ضافوا لها شيء اخر اللي هو يعني الالعاب الناريه اللي سيطرت على الملعب وضافت شيء جديد وشيء كما نقولوا حنايا اون امبيونس سبيسيال بالنسبه للانصار ماشي غير الاتحاد العاصمه كل فرق الان. امين بروال معايا على المباشر زينو فرحات اللي راح يتكلم لنا على هذا اللقب السابع في تاريخ اتحاد العاصمه. زينو فرحات بعد موسم كبير موسم صعيب للغايه الاتحاد سيطر على البطوله اليوم نحس انه فوز سولاجي يعني بعد هذا الموسم الكبير. اه وي بون السلام عليكم. سي فري هذا الموسم هذا ديفيسيل لينا بزاف باسكو لا تشامبيونز ليغ لا كوب دالجيري ومن بعد شامبيون سي ديفيسيل شويه. الحمد لله ربي وفقنا وين كملنا لا سيزون تاعنا بالشامبيون الحمد لله. ماشي هكذاك برك سي با فاسيل باسكو ما تحجيك باش تكون شامبيون هكذاك. كاين خدمه موراها باش توج بهاد لو تيت هذا كاين خدمه موراها. الحمد لله مازال لا سويت ان شاء الله. وانا بالنسبه لي انايا هذه المره الثانيه اللي توج بها بالبطوله الحمد لله. بيبليك كيما الاتحاد العاصمه هذايا يميريتي كل خير الحمد لله. الاتحاد العاصمه اللي يبقى يخمم في رابطه ابطال افريقيا يعني الاتحاد نحسوها انه راهو مستعجل انه يعود لرابطه ابطال افريقيا. اه وي بيان سور باسكو لحقنا لا فينال بالك لا فينال هذيك ستون اكسبيريونس اللي هنا دوكا كي نروحوا نلعبوا تشامبيونز ليغ فينال ودومي فينال عندنا اون اكسبيريونس ماشي هكذاك برك. وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله مازال الله ربي يوفق. مبروك عليكم. ومن دون اطاله من بروال معايا القائد القلب النابض لاتحاد العاصمه خوالد. واش تقولنا على هذا لو تيتر اللي يجي بعد موسم صعيب للغايه لاتحاد العاصمه اللي ما عندوش اللي ما خداش يعني عطله لمده موسمين خوالد؟ والله العظيم كما يقول واحد كما شفتوا موسم كان شاق موسم كان متعب الحمد لله. الموسم هذا ربي ما خيبناش تعبنا ونلنا حقنا فينا الكوب دافريك واليوم كما تشوفوا حققنا البطوله. نشكر اللاعبين كامل اللي ادوا موسم كبير نشكرهم بزاف اللي بالك حملوا كل شيء. الانصار تاعنا ثاني اللي عاونونا بزاف الطاقم الطبي الطاقم الفني البريزيدون الناس كاع وقفت معنا الحمد لله. كما نقولوا الحمد لله تعبنا هذا ما راحش خساره سيري سونسيال. مبروك علينا الشامبيون. مبروك عليكم. مبروك على الجمهور اللي كان بقوه اليوم وكان في الموعد اليوم وصنع اجواء كبيره كذلك في هذه المباراه ضد دفاع تجنان. جمهور اتحاد العاصمه من بكري معروف بالاجواء تاعو شفنا اجواء كبيره اللي صنعها في كوب دافريك واليوم رانا نشوفوا ثاني في الشامبيون يصنع في اجواء تاع فرحه واجواء تاع اللي دخل كيما يقولوا واحد اللي تخلينا اللي جوات اللي مدوا علينا. نشكرهم بزاف الحمد لله احنا ما خيبناهمش حقنا لهم البطوله هذه اللي يستاهلوها ان شاء الله. شكرا بارك الله فيكم. مبروك عليكم. اذا امين روال بيت هنا بعد
الكاميرا افضل لاعب في اتحاد العاصمه تقريبا هذا الموسم اللاعب الدولي اقل من الاولمبي. كلمه على هذا التتويج وهذا الاحتفال. الحمد لله على هذا اللقب اللي تمنى عندنا بزاف من اللي تمنى هذا اللقب. مي بون اليوم كنا نوجدوا لهذه الحفله مع الشعب تاعنا. انا جو بونس اكثر من اللي كنا نتوقعوا. الحمد لله هذا البطوله ساهموا فيها كاع، كاين ماشي غير اللي جوار، كاين طاقم طبي، كاين حتى الشعب، وحتى يوسف بالله اللي ما نساوش اللي شارك في هذه البطوله. انا ان شاء الله نكملوا كما كنكملوا هذه الخدمه، ولما لا نزيدوا نحافظوا عليه. العام اول لقب ليك مع اتحاد العاصمه، اول لقب ليك مع اتحاد العاصمه. لقب بطوله بعد الخساره النهائي مع في الشامبيونز ليغ. انا نجيبونس هذا حافز ليا باش يدفعني باش نزيد نحصل على الالقاب اخرى ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. شكرا وحد موفق حتى مع المنتخب. معنا مراد برفان حارس اتحاد العاصمه. مراد، كلمه على التتويج مع اتحاد العاصمه، اول موسم واول لقب، انت محظوظ اول موسم واول لقب مع الاتحاد. ثاني الحمد لله. دونك هذا اللقب هذا ما يخفاش عليك تعبنا عليه، ويكون ميم بوندون توت اون سيزون خدمنا عليه وتعبنا عليه. On n'avait pas, on a fait un parcours honorable pendant toute la saison. هذا هو صح. اليوم شتي جوا مع البيبليك تاعنا والحمد لله. الحمد لله خويا. شكرا. معنا ايضا في دار اسامه الدرفلو. صح خويا لاباس بيان اسامه الدرفلو. ايضا تحت بينا قلنا كلمه فقط على التتويج وعلى هذا الاحتفال. كلمه على التتويج وعلى الاحتفال. والله غير التتويج هذا خدمنا عليه بزاف، وان كاع لي جوار كانوا يخدموا باش نلحقوا لهذا الاجواء اللي تشوف فيها. الحمد لله يا ربي، ربي وفقنا والحمد لله. شكرا. حد موفق مع اتحاد العاصمه. نشكرك اسامه الدرفلو مهاجم منتخب الاولمبي. نرحبوا بك. اول موسم واول لقب مع اتحاد العاصمه واحتفالات خياليه اليوم في ملعب عمر حمادي ببولو. الحمد لله. اول شيء نشكر كاع اللي ساهموا في هذا اللقب، من الجمهور، الاداره، الطاقم الفني، اللاعبين، الطاقم الطبي، كاع اللي ساهموا في هذا البطوله وهذا التتويج. كي تشوف العام اللي درناه كان تتويج مستحق. سي فري في دوبي كنا بزاف نخمو في الشامبيونز ليغ، مور الشامبيونز ليغ حنا تفرغنا للبطوله اللي درنا هدف اساسي وحقنا الاهم تاعنا بعد لي ماتش اللي لعبناهم، وفرحنا احنا كلاعبين وفرحنا في الجمهور وكاع اللي كانوا معنا في هذا الموسم. هذا الموسم جا صعيب، ومام مقابله تاع اليوم كي تشوف دفاع تاع جنات اللي كان عنيد باسكو كان يحوس على الدوزيام بلاص، احنا ما عطيناهوش الفرصه باش يفزنا الفرحه هذه مع الجمهور تاعنا، وكنا رجال فوق الميدان وحقنا الاهم هذا. حميد بن والد، شكرا اسامه. حميد بن والد، مبروك عليكم. نعم تفضل محمد. بعد درع البطوله انا فزت لكم كاع، راني مع محمد السكر ودرع البطوله اللي راح نسرقوا ربما ونجيبوا قناه الجزائر تي في. محمد، درع هذا اللقب السابع لاتحاد العاصمه ليجي، الناس ربما كانت تنتظر في مهمه صعبه بالنسبه لاتحاد العاصمه، لكن ما كانتش سهله للغايه. نعم بون، السلام عليكم. الحمد لله انا فرحانين بزاف بهذا لو تيتر هذا. نظن هذا لو تيتر ما جاش غير هكا، هنا تلاقينا بصعوبات كبيره. بدينا الموسم لو 7 جوان، الحمد لله انا في دي ساكريفيس باش دينا هذا لو تيتر هذا. الحمد لله اليوم رانا نستمتعوا به، رانا فرحانين به دوفون نو سيبورتير. نشكر كاع مي كويكيبي، ستاف ميديكال، ستاف ديريجون، ستاف تكنيك، كاع نشكرهم كاع الانصار تاني اللي ساهموا في هذا التحقيق. ونهدوها تاني ايضا اللي ما نساوهاش يوسف بالليلي باسكو شارك معنا، ونهدوها له ايضا. شكرا لك محمد. شكرا لزميلنا محمد بوخميار. ومعنا حسين العرفي. محمد بالكاس اليوم العرفي ماتش سمعت فيها مليح، معليش العرفي كلمه على الاجواء هذه اليوم في ملعب عمر حمادي. حسين ولا بدر؟ كيما تحب. السلام عليكم. نظن نقدروا نقولوا احنا اليوم اجواء احتفاليه، نظرا نقدروا نقولوا احنا الجو هذا اللي رانا عايشينه اليوم. فرحه كبيره اليوم عمت فرقه الاتحاد والعائله تاع اتحاد العاصمه. اليوم فزنا بالتتويج السابع اللي نقدروا نقولوا احنا، والثاني لي انا شخصيا.
الحمد لله نشكر جميع الناس اللي ساهمت في الانجاز هذا، نشكر اللاعبين بدرجه اولى، الطاقم الاداري، الطاقم الطبي، جميع الناس من قريب او من بعيد اللي ساهمت في الشيء هذا. تقدر تحط بدر معليش طارق حبيت نتكلم على بدر العرفي، هو لاعب ميداني كان دائما في مقعد بدلاء، لكن ما شفناش مشاكل، ما شفناش احتج، ما شفناش مشاكل مثل هذه. لا واش نقول لك خويا العزيز، دوك هذا شي كيما نقولوا حنا لازم الواحد يكون بروفيسيونيل، وراو طارق لعب قديم وراو على باله هو اللي يصلح لك الوضعيه كيما لا هذه هي خلات يعني خلات اللاعب انه يخدم ويعطي فرصه للاعبين اخرين. شفنا بن خماسه اللي عاود عطى تحت له الفرصه وعاود ولا كاساسي، وهذا ما منعش انه اللاعب كمل الطريقه اللي بدا بها وخلى فرصه للاعب واحد اخر. هو كان كل مره يدخل ما كناش نشوفوا انه فيه نقص خاصه الجانب البدني، ما شفناش نقص. هذه ايضا نقطه قوه اتحاد العاصمه مع اللاعبين البدلاء. حكينا شويه على الجو داخل غرفه تغيير الملابس. والله دوك الاجواء راهي نقدروا نقولوا حنا جد رائعه، نظرا احنا كنا احنا كمجموعه كنا كانت عندنا مجموعه نقدر نقولوا متماسكه، هذاك الشيء هذاك هو سر النجاح والعمل اللي طيل في الموسم اللي خدمنا مع نقدر نقولوا حنا ستاف اللي كان قدم نقولوا حنا عمل كبير واللي خلانا اليوم نتوجوا الثمار تاع العام كامل. راهو اليوم توجنا باللقب، مبروك علينا ومبروك الاتحاد العاصمه. شكرا بدرو، شكرا. رانا خير خير بو خميس لازم نلعبوا مع رانا خير منه، رانا خير منه لحد الان، رانا خير منه لحد الان. ما خطاتش نواصلوا طارق، تكلمنا على الاجواء الاحتفاليه هنا في ملعب عمر، تكلمنا عن الاحتفاليه يعني بلوغين كل لاعبين تقريبا غادروا ولا مازالهم يحتفلوا؟ لا مازالهم، انا ما نظنش باللي راح طبعا مثل ما جرت عليه العاده في كل بلدان العالم دائما الانصار يدخلوا يحتفلوا مع اللاعبين. لا ولكن كان اورغانيزاسيون يعني كان مراقبه زايده مقارنه بالمواسم الماضيه. الان يعني تنظيم نقدر نقولوا محكم، الكل ساهم، الكل حاول انه يقدمها في ظروف حسنه، وكما انا نشوفوا يعني الحمد لله يعني كاين فرحه، كاين تتويج، كاين مناصرين حاضرين، الكل حاضر. انا نظن هذه هي ممكن احد زملائنا التقنيين من يشاهد في محفوظ قرباج رئيس الرابطه المحترفه اذا كان ممكن راه مع بوخمية على ما اذا كان ممكن او مع محمد بوخمية. اكيد محمد بوخمية راح يكون معاه بعد لحظات، رئيس الرابطه المحترفه راح يكون بعد لحظات في ميكروفون زميلنا محمد بوخمية في انتظار طارق سيد محفوظ قرباج. نواصل الحديث عن اجواء الاحتفاليه كما قلت لك يعني امين راه يعني الاحتفالات يعني متواجده. احنا كما ذكرت انت انه احنا ثاني فزنا وخدينا القاب وتوجنا واحتفلنا، ولكن الطريقه اللي الالعاب الناريه اللي زاد عطت لها نكهة أخرى، خاصة يعني في المدرجات اللي كانت حاضرة، الكل يعني الكل ساهم اليوم والكل نسى الفترة الأخيرة اللي مر بها فريق اتحاد العاصمة، أربع لقاءات الأخيرة. حتى أنا نظن تجاوز طارق بداو الأنصار يدوروا بينا هنا في ملعب. طبعا ماشي يدوروا بينا، يدوروا بالكأس. يدوروا بالكأس، لا بالك يدوروا بك. أوكي. معليش إذا كان ممكن تخلوا هذا للحظات نكملوا بها الحصة، إذا كان ممكن طارق تكلمنا وقلنا انه تعرف الاجواء مليح معنا، اذا كان ممكن نادير عبد اللاوي. نادير تفضل معنا. نادير عبد اللاوي المسير لاتحاد العاصمه منذ زمان، معنا ايضا رئيس الرابطه المحترفه نادير شيخ، معنا ايضا رئيس الرابطه المحترفه محمود. نبداو بالكبار نادير، نبداو بعمي محفوظ رئيس رابطة المحترفه، تتويج اتحاد العاصمه اليوم باللقب السابع، لقب مستحق. تتويج اتحاد العاصمه كما تاكد دائما انا قلت انه هذا نتاج المجهودات اللي تقوم بها اداره اتحاد العاصمه والاستثمار اللي وضعته لاداره اتحاد العاصمه منذ سنه ثلاثة او اربع سنوات. فالاستثمار هذا طال الزمن كما كنت اقول دائما، يجي يوم انه تبدا الاتحاد يجري الثمار. العام هذا نشوفه انه فريق سيطر على البطوله من بدايه الموسم حتى الى يومنا هذا، التتويج مستحق عن جداره واستحقاق. وانا نقول دائما انه كما تكلمت وقول دائما اتحاد العاصمه كرئيس الرابطه نقدر نقول انه فريق محترف بمعنى الكلمه، سواء في الميادين او حتى في التنظيم الداخلي او في تسيير شؤون كره القدم. حتى في الاحتفالات عمي محفوظ، حتى في الاحتفالات دائما منذ سنتين يعني كنا حضرنا احتفال خارق، والعام هذا كان احتفال بمستوى الحدث، وهذا ماهوش غريب على اتحاد العاصمه.
نتمنوا ان شاء الله التوفيق لهذا الفريق هذا، ونتمنوا خاصه النجاح في السنوات القادمه، وخاصه تمثيل الجزائر ولما الفوز برابطه ابطال افريقيا اللي كان وصل في حتى النهائي العام الماضي، ولما العام القادم ان شاء الله سيتوج بهذا الكاس ان شاء الله. حبيب باستثناء اتحاد العاصمه، انت كرئيس الرابطه كيفاش تقيم هذا الموسم، الموسم الكروي في الجزائر بالنسبه لاتحاد العاصمه؟ بالنسبه لكل الانديه، بالنسبه للبطوله فيه سيطره كل حال من بدايه الموسم، كان سيطره اتحاد العاصمه، كان فرق كبير بين سواء في المستوى او في التنظيم، يعني باستثناء هذا الجانب التنظيمي، ولكن حتى باللعب يعني في بدايه نعرفوا ان مرحله الذهاب كان سيطره تامه للفريق، في الجولات الاخيره كان فيه نوع من التراخي، ما نقدرش نقول انه تراجع المستوى، تراخي من طرف تكلمني عن الناحيه التقنيه عمي محفوظ، نتكلمتك من الناحيه الاداريه كاش مشاكل كاش ريزيرف. لا من الناحيه الاداريه ما في حتى مشكل، يعني الحمد لله البطوله الان بقت جوله واحده على نهايتها، جرت في ظروف جيده خاصه بالرابطه الاولى، يعني ظروف بصفه عامه كانت جيده على كل الأصعدة، حتى من جانب البني انتم كرجال الإعلام تكلموا دائما المقياس على جانب العنف وجانب كذا، إذا قرناها بالسنة الماضية يعني لهذا العام هذا فيه نوع من يعني تطور، وظواهر السلبية كانت قليلة يعني بالنسبة للرابطة الأولى يعني. شكرا لرئيس الرابطة محفوظ قربات، نشكرك مرة أخرى، تفضل طارق. حسيسن شقيق اللاعب الله يرحمه كدو جمال كدو لسيليكون تاع 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 اتحاد العاصمة. شقيق معنا شقيق كدو، نرحبوا بك عبر قناة الجزائر. سي حسيسن عندكم تاريخ أنتم في اتحاد العاصمة، عائلة كدو، ما جينا اللي نتكلم لك على اتحاد العاصمة، خليك أنت تتكلم. عندنا تاريخ كبير الله يبارك، والحمد لله رب العالمين، اليوم فجنا بالكاس هذيا، نهدوا كاع لي سيبورت تاعنا، ونهدوا المرحوم خويا جمال الله يرحمه ورحمة الله، نهدوا ان شاء الله، فرحان راه فرحان بزاف. وانتم راكم سعداء باللقب السابع اليوم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وك تعرف حنايا عندنا تاريخ ليسما ليسما الحمد لله، التاريخ تاعهم باين، نعرف بداو بسم الله بداو بلا كوب الاولى تاع سيدي بلعباس، ويا تصلحت الله يبارك دينا تمن كيوس، والحمد لله دينا الشامبيونات دينا الحمد لله رب العالمين. شكرا. يعطيهم الصحة ويحم والديهم وداروا فيه ساتريبيا، ما نشوفش التاريخ تاعنا لونسيان جوا تاعنا تاع ليسما، ويا خويا نشوفكم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحسيس كدو شقيق اللاعب السابق واسطورة اتحاد العاصمة جمال كدو اللي كان حضر معنا في انتظار، هل راح يكون معنا تشيكو مفتاح؟ تشيكو مفتاح نعم، تشيكو مفتاح راح يكون معنا بعد لحظات، ما على باليش كي نقول تشيكو مفتاح لازم نضحك، ما على باليش علاش طارق، تشيكو راه حضر معنا. تفضل. شكرا. تفضل تفضل تشيكو تفضل. توحشك توحشك طارق توحشك. تشيكو مفتاح المانجر اتحاد العاصمه والمسير، لاعب سابق، لاعب دولي سابق اللي فاز بكل الالقاب، كنت نتكلموا على تشيكو نتكلموا على الالقاب، واليوم اللقب سابع تشيكو رانا نحتفلوا به مع اتحاد العاصمه في ملعب عمر حمادي. مبروك علينا، حققنا هذا اللقب هذا بكل مجهودات اللاعبين، اللاعبين مشكورين، الاداره ايضا والطاقم الفني والطاقم الطبي، بدلنا مجهودات كبيره من 8 جوان حنا رانا نخدموا، والحمد لله الحمد لله ربي كان معنا ودرنا مشوار في المستوى، فزنا بالبطوله ولحقنا الى نهائي رابطه ابطال افريقيا. تشيكو تشيكو اسمح لي الحاج، جا الحاج عبا كي يجي الحاج نحبسوا كلش. معنا رئيس اتحاد العاصمه ربوح حداد. سي ربوح تفضل معنا، ربوح رانا على المباشر رئيس اتحاد العاصمه، اذا كان ممكن تفضل معنا على المباشر، اليوم لقب سابع بالنسبه لاتحاد العاصمه، واحتفال احتفالات كنا شفناها في ملعب عمر حمادي ببلوغين. بسم الله السلام عليكم. هذا اللقب نهديه لكل انصار اتحاد العاصمه وكل من ساهم في الانتاج ولا في التتويج هذا الموسم، وكل اللاعبين والطاقم الفني والطاقم التقني والطاقم الطبي وكل من ساهم من قريب ومن بعيد وكل الشعب الجزائري، يعني هذا حفل اون بارطاج سيت فيت اونصومبل، وان شاء الله كل عام افراح في الجزائر والامه الاسلاميه. الحاج اليوم لقب الخامس مع اتحاد العاصمه منذ مجيئك لهذا الفريق، الكل حتى سمعنا الانصار راهم يطالبوا برابطه الابطال الافريقيه، راح يكون هذا هدف الفريق؟ مجيئنا خمس سنوات و اون غاني 5 تيتر، جو بونس سي ان بيلون بوزيتيف. الحمد لله هذا كلش ما جاش وحده، بالخدمه يعني بلي مويان بال يعني بالعزيمه، والكل
اللي ساهموا في هذا التتويج، وان شاء الله نزيدوا نخدموا باكثر، نخدموا باش يكون تجور فريق اتحاد العاصمه في القمه. دائما اتحاد العاصمه في القمه، والقمه هي رابطه الابطال. ما جاوبنيش على سؤال يسير ان شاء الله. رابطه الابطال احنا شوف ما نطلقوهاش، نتبعوها حتى نجيبوها. يعني هذا الموسم هذه سي نوتر بريمير اكسبيريونس، اون اتان لا فينال، راحت لنا دو جوستاس، مي هذه كرة القدم وحنا نتبعوها حتى ان شاء الله نفرحوا كل الشعب تاعنا والشعب الجزائري. الحاج تكلمت على الجمهور، شفنا اليوم جمهور اتحاد العاصمة كان حاضر بقوة، احتفل باللقب السابع مع اللاعبين مع النادي. واش تقول لهذا الجمهور؟ البارحة انا احتفلت ديجا مع الجمهور في سوستارا، اون باسي سواري اغرياب في سوستارا، ونشكرهم كثيرا على بارابور لورغانيزاسيون كامل. ومام هنا البارح ما رقدوش، ونشكر سورتو الانصار اللي ساهموا اللي وقفوا لي زون باسي توت لا نوي هنايا، وهما يوجدوا يعني مام العمال اللي خدموا هنا كامل. فريمون ايزون ريوسي اون بون فيت اون اكسيلونت فيت، دونك ايل ميريت سو تروفي، ونهدي لهم هذا الكاس. وان شاء الله يكونوا مر الفريق تاعهم، يعني خاسر ولا رابح يكون توجور ديريار ليكيب بور غاني دوتر تيتر ان شاء الله. شكرا للحاج اخوك، شكرا مرة أخرى. معنا نعود نولوا وراو تيكون مفتاح طارق. طارق تيكون مفتاح ما بانش، راح تيكون مفتاح، راح نعودوا له بعد لحظات إذا كان ممكن نواصلوا. زملائنا التقنيين رانا على المباشر، نعاودوا نذكروا هذه هي أجواء المباشر. جماهير اتحاد العاصمة حاضرة بقوة في ملعب عمر حمادي ببلوغين. طارق مازالك محبوب من طرف انتصاري اتحاد العاصمة، معليش إذا كان طارغول، معليش والد، خليهم يتصوروا مع طارغول ويروحوا. بيتشو راهو حاضر، ما نقدروش نقولوا البيتشو لا تاع ملعب عمر حمادي. معليش طارق، نعم رانا على المباشر، نعم الكل يحتفل مع طارغول لاعب سابق لاتحاد العاصمة. معليش طارق، الأنصار يسالوا فيك. الحمد لله ما عندي حتى مشكل مع سواء كان اتحاد العاصمة أو فرق أخرى، خاصة اتحاد العاصمة. يعني بالنسبة راني كما نقول راني في داري، ما جو با بروبليم. واش تقول على بيتشو طارق؟ أنا قلت لك هو الملح تاع الصطاد. نشكروا كاع جماهير اتحاد العاصمة اللي راهي حاضرة معنا اليوم، شكرا للجماهير، شكرا ايضا لطارق. نواصلوا طارق هذه الاجواء الاحتفاليه، نظن الكل غادر ارضيه الميدان، حتى زميلنا محمد بوخميا اذا كان ممكن. هل فيه احد اللاعبين؟ انه كل لا نظن الكل غادر. نعود الى الرئيس بوحداد اللي راهو مع المناصرين، مع رجال الاعلام، رئيس حداد اللي كان معكم على المباشر. شكرا زميلنا محمد بوخميا اذا كان ممكن. الان نرجعوا الى البلاطو المركزي بالعاصمه بالمراديه بعد الفصل. معليش انت في انتظار اشاره من زملاء رفيق عنيق او مان والشقاف، في انتظار الاشاره من زملاء. طارق كلمة ختامية على هذا السهر. لا يعني الحمد لله فريق الاتحاد العاصمة توج ماشي اليوم، منذ عدة أسابيع الآن تمت، يعني خاصة اليوم الفريق فاز، لأنه خاصة باش يرجع هذيك الثقة بينه وبين المناصرين. فاز اليوم أمام دفاع تاجنات اللي ما كانش خصم يعني سهل، كانت الإرادة بالنسبة لهم، خاصة هما يلعبوا على المراتب الأولى. أنا نظن الاحتفالية كلها سواء جانب الجمهور إذا كان ممكن، اسمح لي طارق، إذا كان ممكن زميلنا محمد بوخمي، الاحتفالات راهي داخل غرف تغيير الملابس. رانا نشاهدوا الصور بعد لحظات، زميلنا محمد بوخمي راح يلتحق بغرف تغيير الملابس، راح تكون ربما آخر صور من ملعب عمر حمادي ببلوغين. هنا نافق المؤدي إلى غرف تغيير ملابس اتحاد العاصمة، صور تأتينا على المباشر. نعود نذكروا من ملعب عمر حمادي ببلوغين. نواصل طارق، تكلمنا على الاتحاد، تكلمنا أنه لقب مستحق، تكلمنا على الجمهور أنه الأحسن. يبقى المطلب الرئيسي، المطلب الأساسي هو رابطة الأبطال. قلت الآن صحيح، لهذا قلت لك أنا في الأول، قلت لك أنه الاتحاد العاصمة صحيح كان احتفالية، كان بون أورغانيزاسيون، ولكن على أسبوع 15 يوم لازم الكل يغير تفكيره بالنسبة لكأس إفريقيا. هذا هو يعني
التتويج اللي خاص بالنسبه لخزينه الفريق، خاصه الاداره جديده ما كانتش اكسبيريونس في السنوات او السنتين الاولى. بعد ذلك شفنا انه الاكسبيريونس كسبوها، اصبح الفريق خاصه بالنسبه للاستقدامات فيه عقلانيه، فيه استراتيجي. هذا هو الشيء طارق الإيجابي. تبقى المطلب الاول لانصار اتحاد العاصمه، معليش نخليهم ياخذوا معك الصور، راهم دائما يلتحقوا مازال لاعبي اتحاد او انصار اتحاد العاصمه. هل في صور حيف تغيير الملابس؟ نعم نشاهد صور حيف تغيير الملابس. الاحتفالات ما زالت متواصله، الاحتفالات ما زالت متواصله. نعم هل فيه صور او لا؟ نعم في انتظار صور، راح تكون اخر صور لنا هنا في ملعب حمار حمادي ببولوغين. نعم نشاهد الصور. شكرا لي، نعاودوا نختموا الفرصه باش نشكروا كل فريق العامل كل معنا اليوم من دون استثناء، الكل مهدي حداد المخرج، رفيق عنيق، مهندسي صوت الحبيب شمس الدين جلالي حداد. ومعليش نواصلوا بعد لحظات، الصور امامنا، الصور امامنا. لا هذا انا راني نشوف في روحي صور امامنا غرف تغيير الملابس. معليش نواصلوا بعد لحظات، كنت نتكلم على الفريق التقني والعمل الجبار اللي قام به كل الفريق من دون استثناء في ظرف قياسي. في درف يعني نعم نشاهد ظرف قياسي. نعم هاي الصور، الصور امامنا. شكرا محمد ملياني، شكرا. صور امامنا، رئيس الاتحاد ربو حداد مازال يحتفل. طارق مازال يحتفل، ومن حقه يعني اي رئيس يفوز يعني يفرح هو واللاعبين تاعو، خاصه الاسابيع الاخيره اللي كانت بعض المشاكل. الان انا نظن الكل لازم ينسى كل المشاكل، والاحتفاليه هي 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 اللي راح تسود بالنسبه. تفضل نسمعوا سير ربو حداد رئيس اتحاد العاصمه اللي راح يتكلم ربما مع اللاعبين داخل غرف تغيير الملابس. محمد بوخميه اذا كان في الاستماع، زميلنا محمد بوخميه ما نظنش راه يسمع فينا، ولو انه راني شاهدته داخل غرف تغيير الملابس. اكيد الرئيس راح يلقي كلمه على اللاعبين، يهنئ اللاعبين بهذا التتويج اكيد. معليش الصور راح نشاهدوها في مواعيدنا الرياضيه القادمه. نعود الى البلاطو المركزي مع زملائنا خديجه خداوي وصوفيان بالكبير. قبل الختام شكر موصول لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج. هذه اخر صور نعود نذكروا من ملعب عمر حمادي وغرف تغيير ملابس اتحاد العاصمه. عودة إلى البلاطو، شكرا طارق، كلمة ختامية قبل العودة. لا مبروك على اليسمى، مبروك على كل المناصرين، تحياتي بطبيعة الحال للوالدين، وخاصة ثاني بالنسبة للنسيبي لأنه يوسميست، أنا نظن أنه فرحان اليوم بالنسبة للتتويج اتحاد العاصمة، بطبيعة الحال جومبغاس بوكو مي زونفون رامي وأنيا. بطبيعة الحال. شكرا طارق. شكرا لك، كان هذا زميل أمين مروال المتواجد من في عمر في ملعب عمر حمادي ببولوغين. كما شاهدتم مشاهدينا أجواء احتفالية استثنائية تليق بأكبر الأندية الأوروبية. لم يكن هذا لا ملعب سانسيرو ولا ملعب المونيمونتال صفيان، كان هذا هنا برك ملعب عمر حمادي ببولوغين، أين احتفل أنصار اتحاد العاصمة ولاعبو وطاقم وإدارة اتحاد العاصمة باللقب السابع في مشوار الاتحاد والخامس للإخوة حداد. صفيان. فعلا خديجة، هنيئا للاتحاد وبالمزيد من التتويجات لهذا النادي وأنصاره. لكن خديجة اليوم مباراة أخرى لعبت لحساب الجولة 29، نترككم تكتشفونها في الجدول التالي. سنعود إلى ملعب بولوغين حسب المخرج، هناك صور أخرى من غرف حفظ الملابس. الصور غير جاهزة، نواصل مع نتائج الرابطة المحترفة الأولى في جولتها 29. نشاهد إذا كان في الإمكان جدول اللقاءات. سريع غليزان أقول يفوز بثلاثية في هذه الجولة على جمعية وهران، التعادل الإيجابي هدف لهدف يحسب مباراة
شباب الوزداد واتحاد الحراش واتحاد الجزائر يفوز بثنائية لهدف على دفاع تاجنات. مولودية بجاية تفوز بثنائية على مولودية الجزائر. شباب قسنطينة هدف نصر حسين دايت صفر. مولودية وهران هدفان. أمل أربعاء هدف فقسطيف يفوز وينهي سلسلة انتصارات شبيبة القبائل بثنائية نظيفة. وشبيبة الثورة هدفان. اتحاد البوليدة هدف. والآن مع ترتيب الرابطة المحترفة الأولى، إذن اتحاد العاصمة البطل برصيد 58 نقطة، شبيبة الثورة تنفرد بالمركز الثاني بعد فوزها على اتحاد البوليدة. إذن الصراع سيكون كبيرا على المركز الثاني بين شبيبة القبائل دفاع تجنانت وشبيبة الثورة في الجولة الأخيرة. في النصف الثاني من الترتيب العام مع المخرج نشاهد في الجدول، مولودية الجزائر يضمن البقاء بصفة رسمية رغم خسارته أمام الموب وذلك ب 37 نقطة. سلاع غليزان في المركز ما 13 بعيدا عن منطقة الخطر. اتحاد البوليدة في مركز الخطر ب 33 نقطة بعد انهزامه في تنقله إلى الثورة. أما الأربعاء وجمعية وهران رسميا في القسم الثاني. إذن وعلى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة فاز الشباب المحلي على ضيفه نصر حسين داي بنتيجة هدفين دون رادد. إذا كان في الإمكان مشاهدة أهداف اللقاء. إذن نعم خديجة، شباب قسنطينة دخل هذه المباراة تحت ضغط كبير، خاصة وأن نقاط المباراة كانت ستضمن له البقاء رسميا دون دخوله في حسابات الجولة الأخيرة، وكان له ذلك بفضل لاعبه الموريتاني مولاي أحمد الذي وقع على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28. فوز سمح للسنافر من رفع رصيدهم إلى النقطة 39 ويضمنون بذلك البقاء رسميا في الرابطة الأولى. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا النقل المباشر. إذن هنيئا لاتحاد العاصمة، شكر خاص لكل من ساهم في إعداد هذا النقل، وخاصة الفرقة المتواجدة ببلوغين محمد ملياني ورياض بالخديم، إلى جانب المخرج محمد راوي وهند وأيت مهوب يغرطة في هندسة الصوت، إلى جانب لوناس بيراكشي في التصوير. نشكركم على حسن المتابعة، ابقوا أوفياء لبرامج قناة الجزائر. شكرا لك خديجة زميلتي. شكرا لك سفيان. إلى اللقاء.